بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم. الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، يفهم منها أن القسم الثاني هو الحدود والحقوق التي لقوم معينين، كأمر الدماء والأعضاء والقذف على أحد القولين، وسيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. الحدود التي تسمى، أو الجرائم التي تسمى في مصطلح المعاصرين بما يتعلق بحق المجتمع، وشيخ الإسلام يثبت أن هذه الحدود التي هي حدود الله وحقوق الله هي منفعتها لعموم المسلمين أو لطائفة منهم، وكلهم محتاج إليها ولو كان لأهل بلد معينة. لكن الحقيقة أن انتشار الجرائم من هذا النوع يؤدي إلى فساد عام على المسلمين، وضرب الأمثلة مثل حد قطاع الطرق، وقطاع الطرق يعتدون على طائفة من المسلمين، وجعل الله عز وجل فعلهم هذا محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن مصالح المسلمين شرع الله عز وجل حفظها، فمن اعتدى عليها فقد يعني تعدى حدود شرع الله سبحانه وتعالى، تعدى حدود الله، فهو لابد وأن يؤخذ الحق منه ويقام الحد عليه. يقول: ومثل حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوهم. وهذه القضية أعني أن السرقة والزنا من حقوق الله سبحانه وتعالى أمر لا يختلف فيه بين أهل العلم. بالنسبة للسرقة، إذا رفع إلى الإمام، إذا وصل إلى الإمام فاشتهر وعلم، كان ضررا عاما، وأما قبل أن يصل إلى الإمام فهو لا يزال حق المسروق منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما أتاه بالسارق الذي سرق ثوبه فأمر به فقطع، فقال: قد وهبته له. فقال: هل كان قبل أن تأتيني به؟ وهذا لأن انتشار أمر السرقة وشيوعه في المجتمع دون عقوبة رادعة يؤدي إلى تجرئة من خف دينه، تجرئة الفساق على أموال الناس، وهذا من أعظم الأمور ضررا. وأما الزنا فهذا أمر لا يختلف فيه أيضا، أعني إذا ثبت بالبينات. وأما إذا كان فيما يعني بينهم، فيما بين الزاني وبين ربه سبحانه وتعالى، فهذا أمره يعني في التوبة إلى الله عز وجل، إن شاء تاب إلى الله سبحانه وتعالى لم يقم عليه الحد، وإنما يثبت عليه بالاعتراف. فإذا لم يعترف وتاب فيما بينه وبين الله
فهذا لم يضر إلا نفسه. أما إذا ظهر الأمر حتى فعلت الفاحشة علانية فإن هذا من أعظم الضرر على المجتمع وأعظم الاعتداء على حقوق الله سبحانه وتعالى وحدوده. والله عز وجل يغار وغيرته سبحانه وتعالى أن تؤتى محارمه، يغار من أن تؤتى محارمه سبحانه وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. فالله عز وجل حرم الفواحش لأنه سبحانه وتعالى يغار، يكره أن تظهر الفواحش في المجتمع المسلم، خلاف نظرة الغرب قديما ثم حديثا في أمر الزنا. فنظرة الغرب الجاهل الذي يعني يتبع الهوى قديما أن الزنا حق شخصي، هو حق للزوج صاحب أو يعني أو مالك بضع الزوجة الزانية، فنظرتهم إلى الزنا أنها من الحقوق الشخصية التي لا يحل أو لا يحق لأحد في المجتمع أن يطالب بها إلا الزوج. وهذا تسرب إلى القوانين الوضعية التي تنتشر في كثير من بلاد العالم الإسلامي بعد احتلاله من الغرب. وهذه النظرة نظرة مصادمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يملك عاقل إلا أن يعلم خروجها عن شرع الله سبحانه وتعالى ومصادمتها لهذا الشرع. فهم يرون ويقولون أنه لا يجوز إقامة دعوى الزنا لغير الزاني، لا يجوز أن يقيم دعوى الزنا إلى غير الزوج، لا يجوز أن يقيم أحد دعوى الزنا غير الزوج، والزوج له أن يوقف تنفيذ العقوبة وله أن يسقط العقوبة بعد صدورها. وإذا ثبت أنه عاشر المرأة الزانية بعد علمه بزناها سقط حقه، وإذا زنى في منزل الزوجية سقط حقه كذلك. فهم يرون هذه المسألة مسألة محض تعلق شخصي برغبة الزوج إن أراد أن يكون ديوثا والعياذ بالله ولو أعلن ذلك، ويرون أن المرأة التي لا زوج لها لا تقع منها جريمة الزنا أصلا، وإنما يسمون هذا وقاعا. المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أو ثيبا، حتى ولو كانت ثيبا مطلقة أو ثيبا أرملة فزنت، لا يسمون هذا زنا، وليس لأحد أن يقيم دعوى زنا عليها ولو شهد ألف إنسان بذلك، لأنها ليست ذات زوج. هذه القوانين الوضعية الكفرية والعياذ بالله التي تجعل هذه الجريمة خاصة بمزاج الإنسان إذا كان يريد أن يعتبرها جريمة وإلا لم يعتبرها، ما لم يكن ذلك بمقابل مادي من خلال شبكة دعارة. فعندهم أن هذه حالة أخرى، حال وجود شبكة دعارة بمعنى ممارسة الزنا بالأجرة مع تسهيل ذلك. أما بالتراضي فلا يوجد جريمة تعتبر في هذا المقام والعياذ بالله. وكذا إذا كانت المرأة بلا زوج ورضيت فلا جريمة أصلا عند القوم، وكل هذا من الكفر والعياذ بالله. وأما أوروبا حديثا فزاد الأمر سوءا، لأنهم رأوا في يعني العصر الحديث أخطر مما كانوا يرونه قبل ذلك. فقد كانوا يرون الزنا قبل نحو 200 سنة من المرأة المزوجة جريمة، أما الآن فيرون أن بضع المرأة ملك، يرون أن بضع المرأة ملك لها، لا يجوز لأحد زوج أو كان غير زوج أن يحد حريتها في ذلك. فإن أرادت أن تفعل ما تفعل، فإلغاء تجريم الزنا صار عندهم أمرا مقررا، وصاروا يشترطون على الدول التي تريد الدخول في منظماتهم وتجمعاتهم الاقتصادية أن تسن القوانين التي
تلغي تحريم أو تجريم الزنا. وأمرهم مع تركيا معروف، وللأسف أن البرلمان التركي منذ سنتين أو سنة قرر إلغاء تجريم الزنا لمحاولة الدخول في الاتحاد الأوروبي، لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي قوانينها تنص على عدم تجريم الزنا، وكان إنما كان مجرما في امرأة متزوجة ورجل متزوج، فألغوا ذلك أيضا. كما أن الأمر التهمة الوحيدة هي الاغتصاب، أن يكون غير بغير رضا المرأة، وأن ولو كان من زوج، ولو أن الزوج هو الذي أكره المرأة على الجماع لكان ذلك عندهم اغتصابا. وهذا من علامات انتكاس الفطرة وانقلابها وعمى القلوب، حيث لا ترى أضرار الزنا، مع أنهم بسبب هذه الفواحش أصبح يعني المجتمع مهددا. أكثر من نصف أبناء فرنسا منذ نحو السنتين أو ثلاث سنوات، وأبناء أمهات وأباء غير متزوجين، أبناء زنا يعني، والعياذ بالله. ولكن انظر إلى تخفيف النبرة، 50.7 تقريبا في المئة من أبناء فرنسا سنة 2007 كانوا من أبناء الزنا، والعياذ بالله. وهذه النسبة أيضا فيها في إنجلترا، والذين كانوا يعني من أبناء الزنا في من هم أوروبيين من الأصل بنسبة 84% من الأبناء من المولودين. والذي عدل النسبة أنه من أبناء المتزوجين هم الذين أتوا من آسيا، الذين أتوا من شرق آسيا، الذين ومن شبه القارة الهندية اللي هم الباكستان غالبا والهنود المسلمين وغيرهم من الشعوب التي ما تزال ترى يعني جريمة الزنا، هم الذين جعلوا النسبة قليل أكثر أو حول 50%. أما من أبناء بريطانيا نفسها فإن نسبة أبناء غير الأبناء المولودين لغير آباء وأمهات متزوجين يعني أبناء الزنا 84% من الأبناء الأوروبيين. وأظن في فرنسا الذي عدل النسبة أيضا وجود عدة ملايين من المسلمين، وإلا فأبناء الفرنسيين الأصل الأوروبيين يعني هي أكثر من ذلك، أكثر من 50% بكثير ممن يولدون لأبناء الزنا، والعياذ بالله. وأضرار ذلك عظيمة، أضرار ذلك هم يعتبرون الشخص الذي يعني نشأ في غير أسرة بذلك حانقا على المجتمع. دراسات علمية أن هذا الشخص حاقد على المجتمع، يرى أن المجتمع اعتدى عليه، ولذا يكثر فيهم العنف والتطرف والاتجاهات النازية ونحوها والتعصب الشديد واستعداد القتل والاغتصاب والاعتداء على الناس، كل ذلك ينشأ في، ولذلك قالوا أن هناك خطر على المجتمعات الأوروبية من زيادة نسبة المولودين من الزنا، والعياذ بالله. أما الأمراض فحدث ولا حرج، ذكروا أن نسبة فتيات مريضات بالأمراض الجنسية من سن 14 إلى 19 في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة تزيد على 20%. من كل يعني 20 من كل 100 فتاة توجد 20 فتاة في هذا السن مريضة بأمراض جنسية منقولة عن طريق المعاشرة. فهذا كم كانت إذن أعداد المعاشرات الآمنة، هؤلاء الذين لم يفلحوا في تجنب انتقال الأمراض، لأنها نسبة هائلة جدا. أي مرض يعني يتجاوز 5% في أي مجتمع يعد مرضا خطيرا ويعتبر نوع من الوباء. الوباء ده الذي يقتل المئات. تخيلوا مثلا لو إن عدد الذين مثلا ماتوا من انفلونزا الخنازير في مصر مثلا يعني لو أو أصيبوا بهذا الداء لو كان وصل 10% يبقى كان كم مليون؟
يبقى 8 مليون أليس كذلك؟ يعني عدد اللي بيصاب لو قال هم عشان يوصل 20% يبقى كام؟ 16. متخيلون ان 16 مليون انسان يصاب بمرض هذا؟ ده هائل جدا. فلما يكون الامراض الجنسيه في البنات في قطع شريحه صغيره جدا من 14 ل 19 فقط يعني قبل سن الزواج تقريبا المسموح به عندهم 18 سنه، فهذا يبلغ هذا القدر يعني ملايين في مجتمع امريكا مثلا لو يكون 200 مليون خمس المجتمع يعني كان 40 مليون فتاة في هذا السن أو يعني نسبة هائلة فوق التخيل يعني أعداد فظيعة نسأل الله العافية. ومع ذلك يصرون على أن الزنا حرية شخصية ويحاولون فرض ذلك على المجتمعات وعلامة أكيدة محاربة حدود الله عز وجل في الزنا في جميع البلاد الإسلامية بكل ما يمكن. قال شيخ الإسلام: ومثل يعني القسم الذي هو الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين مثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، من أوقف على سبيل المثال مالا للفقراء، وكذلك الأموال السلطانية التي سبق ذكرها من الفيء وخمس الغنيمة والأموال الضائعة وغير ذلك، والخراج الجزية التي هي من ضمن الفيء. فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ يعني ماذا يحتاج إلى الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. سبحان الله، هذا الكلام ما أحوج الناس إليه في هذا المقام. لماذا يصبر على جور الأئمة؟ ما هو النوع من الجور والفسق الذي يصبر عليه ويشرع للناس أن يسمعوا ويطيعوا حتى يحصلوا المصالح الشرعية؟ النوع الذي يختص بهم، الذي الفسق الذي يختص بهؤلاء الذين يقيمون الحدود ويؤمنون السبل ويجاهدون العدو ويقسمون الفيء، لأن هذه هي مقاصد الإمارة، ولا بد للناس من أن تقام فيهم هذه الأمور. إذا هدمت هذه الأمور لم يكن هناك معنى لوجود الإمارة شرعا بحال من الأحوال. يقول: وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه، البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد. يعني إقامة الحدود والحقوق يجب أن يبحث الولاة عن إقامتها ومن غير دعوى أحد. يعني لا يعني إذا علموا على سبيل المثال وجود شهود على وقائع معينة وجب عليهم أن يبحثوا عن إقامة ذلك دون دعوى أحد، يعني لا ينتظرون أحدا يدعي أمرا. يقول: وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله على قولين في مذهب أحمد وغيره، ولكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. يعني هذا الخلاف ليس للمسروق منه المال أن يثبت على أن يرفع الأمر إلى الإمام ثم يقول: أنا قد عفوت عنه في إقامة الحد، طالما خدت فلوسي خلاص. لا، متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد. لذلك بيقول إن واحد رفع إلى القاضي أو إلى الحاكم سارقا قد سرق منه وأقام عليه البينة، لا يصح للحاكم أن يسأل المسروق منه: هل تريد أن نقيم عليه الحد أم يكفيك أن نرد إليك المال؟ يجب أن يرد المال، وإذا وصل إلى الإمام لم يكن لأحد أن يمنع من إقامة الحد ولا حتى المسروق منه.
المسروق منه كما ذكرنا حقه إلى أن لا يطالب بالمال. إذا لم يبلغ الإمام إذا رد هذا السارق المال إلى صاحبه وعفى عنه أو أسقطه صاحب الحق لم يكن هناك مطالبة، لأن هذا السارق قد صار مالكا لهذا المال، أو إذا كان له شبهة في ملكه فهنا يمتنع هذا الأمر. وأما إذا وصل الإمام وثبتت البينة بحصول السرقة لم يكن للحاكم أن يسأل المسروق منه هل تريد إقامة الحد أم لا. يقول: وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه. وجوب الإقامة على الكل، هيقولهم هتقطعوا دين ثلاث ارباع الناس، لو وجب ذلك لا وجب ولا مهما كان، وإن كان هذا لا يقع ولا يحدث قطعا، إنما إذا أقيمت بضع حدود فقط، إذا قطعت بضع أيدي امتنع الناس من السرقة، وإنما الأمر إنما هم تعودوا على العقوبات غير الشرعية التي لا تزيد الجرائم إلا الزيادة، لا تزيدها إلا سوءا. ولعياذ بالله السجن هذا مثلا في جرائم السرقة وفي الزنا يزيدها سوءا ولعياذ بالله. وإنما العلاج الناجع هو في إقامة حق الله سبحانه وتعالى. هذا القسم لا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما. إيه غيرهما دي؟ تعطيله بزعم المصلحة، يقولوا المصلحة، احنا شايفين المصلحة أن لا تقام الحدود عشان ما حدش يتكلم عننا، حتى لا يقول العالم أننا نقطع الأعضاء وهذا منافي لحقوق الإنسان. الجلد والرجم عقوبات منافية لحقوق الإنسان عند القوم، يقولوا مش هنطبقها لأن المفسدة في ذلك كبيرة، أوهام ضلالات. والعياذ بالله لا يحل تعطيل هذه الحدود بزعم أن هناك أناس غير مسلمين في المجتمع وهؤلاء كيف نطبق عليهم حدود الإسلام، وهذا من الضلال العظيم، أن وجود غير المسلمين يمنع المسلمين من إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. هذا إن استحل ذلك كفر والعياذ بالله، لأن المجتمع المسلم الأول كان فيه أهل كتاب وأهل ذمة، وكان فيه كان يوجد فيه غير مسلمين، ومع ذلك كان إقامة الحدود عليهم واجبا. هذا القسم عام الضرر فيه على المجتمع كله، ولذا لا يحل تعطيله بزعم أن هناك طائفة غير مسلمة. هذا من نظام الحياة الإسلامي الذي يجب أن يراعى طالما كان المسلمون هم القائمون على هذا المجتمع بدين الله سبحانه وتعالى، وجب عليهم أن يقيموا هذا الحدود، ولا تحل الشفاعة فيه. ولذلك بداية أول تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى بوجود ما يسمى بالمحاكم المختلطة، بدايات ظهور سلطان الدول الكافرة على بلاد المسلمين في منتصف القرن التاسع عشر، منذ أكثر من 150 عاما أو نحو 150 عاما، عندما ضعفت سلطة الدولة العثمانية وبدأ أناس مغرمون بالغرب، وبدأ سلطان دول الغرب يقوى، واشترطوا على كثير من البلدان أن لا يعاقب رعايا دول الغرب في دول المسلمين بمقتضى الأحكام الشرعية، واخترعوا ما يسمى بالمحاكم المختلطة في عهد خديوي المشهور اسمه سعيد قبل الاحتلال البريطاني بعدة سنوات. كان أول من أوجد المحاكم المختلطة التي حين يكون الطرف الآخر فيها أوروبيا خصوصا من رعاية دولة أوروبية زي فرنسا وإنجلترا يرجع فيها إلى المحاكم المختلطة، وأصبح هناك محاكم شرعية لأهلية للناس ومحاكم مختلطة، وزاد توسع دائرة المحاكم المختلطة في عهد الاحتلال، ثم صدرت بعد ذلك القوانين الوضعية مع صدور الدستور المصري الأول سنة 1922 بعد ثورة 19.
وإلى يومنا هذا لم تتغير هذه القوانين الوضعية رغم تعديلات الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكذا في الدول الإسلامية الأخرى كانت القوانين الوضعية الفرنسية أو الأنجلوساكسونية أو الجرمانية وهي متقاربة في هي مصدر التشريع عند هؤلاء في الدول التي احتلها الغرب، نسأل الله العافية. فتعطيل حدود الله سبحانه وتعالى تاريخ عريق في الضلال، نعوذ بالله. قال ولا تحل الشفاعة فيه، انه يشفع في ان يمنع من اقامة الحد عند البعض، ومن عطله لذلك وهو قادر على اقامته، عشان شفاعة عشان هدية عشان غير ذلك، من عطله لأي سبب وهو قادر على اقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. هذا الكلام القوي من شيخ الإسلام ابن تيمية يدلك على حكم القضاء بخلاف حدود الله سبحانه وتعالى التي شرعها في كتابه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أي واحد كان طالما كان قادرا على إقامة ذلك. وهذا الأمر لا يتصور العجز عنه من ذي سلطان، وإنما يكون العاجز عنه إذا كان من عامة الناس ونحوها، أما ذو السلطان فقدرته مأخوذة أو حاصلة من سلطانه. يقول روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. الحديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، جود إسناده المنذري وابن القيم والذهبي وصححه الشيخ أحمد شاكر. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. يعني تخيل كده المجاري، لو واحد هيتحبس في المجاري فتخيل أنه يحبس في إيه؟ في عصارة أهل النار، والنتن الذي يخرج من حروقهم وجروحهم يحبس في ذلك، بالإضافة إلى حره. يقول فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم، اللي هو حد يضاد الله عز وجل في أمره، من يترك إقامة الحدود ويخاصم في باطل ويشهد على مسلم بما ليس فيه. يقول وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وسلم. يقول ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من بني عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، العلماء مختلفين، لأنها كانت هل فقط تجحد العارية ولذا يقطع في جحد العارية وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، أم أن هذه المرأة كانت تجحد العارية
تستلف وتقول ما خدتش، تقترض او تستعير المتاع ثم تقول ليس عندي لم اخذ، وبالاضافة الى ذلك سرقت. فالجمهور يرون انها لا يقطع في جحد العارية وانما في السرقة، وهذه المرأة سرقت وكانت تجحد المتاع، ولعل هذا اقرب والله اعلم. يقول وكانت من اكبر القبائل واشرف البيوت هذه المرأة، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وسيدة نساء المؤمنين وقد برأها الله من ذلك، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها في الصحيحين كما ذكرنا. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. هذا من رواه ابن عدي في الضعفاء في الكامل من حديث أبي هريرة مرفوعا، إذا قطعت يد السارق وقعت في النار، فإن تاب استشلاها، وإن مات ولم يتب تبعها. استشلاها يعني استرجعها. قال ابن عدي منكر، قال الذهبي ليس بصحيح. يقول وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان، فتلقاه الزبير فكلمه فيه، فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. قالوا له هنوديه ولو هو بقى راح إلى عثمان باشفع عنده. فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. الشافع والمشفع يعني الذي يقبل الشفاعة، المشفع الذي يقبل الشفاعة في الحدود. رواه ابن أبي شيبة بسند حسن، ورواه مالك في الموطأ منقطعا. يقول وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله أعلى رداء تقطع يده؟ وكان فاكر أن العقوبة تكون إيه أقل من ذلك، لكن هذا الرداء كان ثمنه أكثر من ربع دينار. قال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له، أهبه. فقال فهلا قبل أن تأتيني به، ثم قطع يده. رواه أهل السنن. فهلا قبل أن تأتيني به عفوت عنه، هو الصحيح الثابت فيه هلا قبل أن تأتيني به، حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. قال الحاكم صحيح الإسناد، صححه ابن عبد الهادي وابن الملقن، وطرقه يعني يصحح بها على مقال فيها. يقول يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، أم فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة السيئة منها الشفاعة في الحدود. يقول فإن الشفاعة هي إعانة الطالب حتى يصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعانه على بر وتقوى
كانت شفاعة حسنة، أو فإن أعانته الشفاعة، يعني ما على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. أقول قولي هذا واستغفر الله. يقول أحد إخواني يعمل في شركة، يعمل في شركة تتجر في العملات، حيث تتعامل في البيع والشراء في البورصة الأوروبية، ويقوم صاحب هذه الشركة باستثمار أموال من يريد ممن يعمل معه، بحيث أنه يعطيهم ربحهم متغيرا كل شهر، إلا أنه في حال الخسارة لا يخصم شيئا من رؤوس أموالهم، وإنما في الشهر الذي تحدث فيه الخسارة لا يعطيهم ربحا بما يوازي الخسارة، لكن إذا أراد أحد الناس أن يسحب أمواله فإنه يوفيه ماله كاملا ويتحمل هو الخسارة. هل يجوز أولا العمل في هذه الشركة؟ وهل يجوز أن يستثمر أحد عنده مدخراته؟ أما المضاربة أو التجارة في العملة في البورصة فلا يجوز، لأن هذه التجارة في البورصات إنما تتم عبر الاتصالات عبر النت، لا يوجد في البورصة نقود حاضرة، لا ذهب ولا فضة ولا عملات، وإنما يتم الاستبدال من الحسابات التي في البنوك، ويقول بيع واشتري وهو جالس لم يقبض مالا ولم يدفع مالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تبيع غائبا منها بناجز. الذهب والفضة ومثلها العملات بلا تردد ولا خلاف سائغ في هذا، أن العملات المعاصرة بمنزلة الذهب والفضة في الثمنية، أنها أثمان الأشياء، لا يشك في ذلك عاقل. المجادل في مثل هذا مجادل في أمر محسوس تقريبا، وهو أن الجنيه والريال والدولار والعملات كلها هي أثمان الأشياء اليوم، إنما يتعامل الناس بها على أنها الأثمان وأنها النقد. فالتجارة في البورصة في الذهب والفضة والعملات كلها غائب بغائب، شر من غائب بناجز، ليس فيها يدا بيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شرط المضاربة أو شرط التجارة، شرط العمل في تجارة العملة أن تكون يدا بيد، شرط التجارة في الذهب والفضة أن تكون يدا بيد. فهذه المضاربة في البورصات وخصوصا البورصة الأوروبية وغيرها أو غيرها كلها تتم بلا تسلم ولا تسليم، فهي محرمة من هذا الجانب. ثم أمر آخر باطل في هذه الشركة، وهو أن صاحب أن العامل هو صاحب الشركة يعني في هذه الحالة ضامن لرأس المال، وهذا لا يجوز، لا يحل مضاربة فيها ضمان لرأس المال تتحول لقرض ذا فائدة هو الربح، مع ضمان رأس المال لا يصبح هذا قراضا يصبح قرضا، لا يصبح مضاربة، يصبح كما ذكرنا مضاربة فاسدة فيها شرط ربوي. فلا يحل أن يشترط أحد الطرفين ضمان رأس المال كاملا دون إدخال في الخسارة. شخص يرى من آخر شيئا لا يرضيه فيسبه في نفسه دون أن يتلفظ بشيء، هل يأثم؟ إنما يعني يأثم إذا كان هناك احتمال لحسن الظن، فيكون سبه له وشتمه له من باب سوء الظن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. مس الخصية هل ينقض الوضوء؟ الحديث إنما ورد في الذكر، من مس ذكره فليتوضأ.
شيخ الإسلام يقول أنه يجب على الولاة البحث عن حقوق الله عز وجل. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه بأن الولاة لا يبحثون عن الحدود وإنما عمن يقيمها من الأمراء والولاة. المقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينتظر دعوى أحد، إذا ثبت الشهود، إذا جاء الشهود إلى القاضي فشهد أربعة لا يقال وما دخلكم، صاحب المرأة زوج المرأة لم يتكلم، رأى واحد رأى اثنان رجلا يسرق فرفع الأمر، فرفع الأمر إلى القاضي أو الحاكم، يجب عليه أن يبحث عن هذا السارق، لا يقول حتى يسأل صاحب الحق. والله أعلى وأعلم. كلمة الشيخ العثيمين أنا لا أدري ما وجهها. لا أفهم جملته أصلا، ولا يبحث الولاة عن الحدود بل البحث عمن يقيمها من الأمراء والولاة. أنا حقيقة لا أفهمها. كلام شيخ الإسلام تمية واضح وهو ظاهر جدا. ما معنى قول شيخ الإسلام أن الحكام والشهداء والخصماء أركان الحكم؟ أي حكم لا بد وأن يعني أي حكم في قضية فيها منازعة إنما يكون الأمر مبنيا على أطراف. إيه الأطراف دول؟ الخصماء المتخصمين وشهود وحاكم يحكم، فلا بد أن يكون هذا الحكم في هؤلاء. يعني يقول الخصماء دول مثلا على سبيل المثال سارق ومسروق منه مثلا، أو زاني وزانية مثلا، أو أحدهما وشهود وحاكم، فهذا الذي لا يمكن أن يوجد حكم بغير ذلك. يعني لو جه واحد على سبيل المثال وقال في وقعة زنا حصلت في المكان الفلاني، يقولوا له مين؟ يقولوا ما عرفش. هيحكم فيها حد؟ لابد وأن يكون هناك ايه اركان لمن يحكم عليهم في هذه المسألة، خصومة معينة. فهذا الذي لا يحصل خصومة، يعني لا يحصل حكم الا بذلك. قتيبة بن مسلم أحد المجاهدين القادة الفاتحين في العهد الأموي رحمه الله تعالى وغفر له. يقول أحد الإخوة أراد أن يتزوج ثيبا فخوفه بعض الإخوة بأنها تعودت على زوجها الأول قد تحدث المشاكل فيريد الإرشاد. يقول هلا بكرا إن كان الأمر لا يحتاج إلى ثيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه، ولكن قد يحتاج إلى ثيب، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جابر أنه ترك له أو مات أبوه وترك له سبع من البنات أو تسع من الأخوات يعني، فخاف أن يأتيه أو كره أن يأتيهن بمثلهن وأنه أراد أن تقوم عليهن، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وليس تعوده على زوجه الأول تحدث مشاكل، يعني الأمر يعني يمكن أن يكون ناجحا في أمثلة عديدة كثيرة جدا. هل يجوز استخدام النشا في عمل عجينة السيراميك التي تستخدم في عمل لعب الأطفال وبعض الإكسسوارات والتحف؟ نعم لا حرج في ذلك، وإن كان يمكن أن يطعم، لكن الحاجة إلى لعب الأطفال ضمن الحاجات المشروعة. هل الجن عندما يلبس الإنسان يدخل داخل الإنس؟ نعم، لأن الله عز وجل قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان هذا في المعتاد يدخل فيه ويوسوس من خلال جرانه في دمه دون أن يكون صارعا له دون المس، المس هذا يغلبه على بدنه، المس الشيطان في الداخل يغلبه على بدنه. حكم الحج بعد عمرة رمضان مع العلم أن ذلك ممنوع من قبل السلطات السعودية، وما منع ربنا عز وجل منه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي يعني الأمرين نعتد به؟ الله عز وجل رغب في الحج ورسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الحج، ومن كان يقيم هناك فهو من الباد من البادين. قال عز وجل إن الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم في مكة، الباد الذي أتى من الأطراف البعيدة، ربنا جعله للناس سواء العاكف فيه والباد. يبقى إزاي يقولوا إن المقيم بمكة هندخله والباد ما ندخلوش لأي حق؟ وقد جعل الله هذه الأرض وقفا للمسلمين جميعا، لا فرق بين واحد وغيره، الله جعله بنص كتابه للناس سواء. هؤلاء يفرقون، لا اعتبار بتفريقهم، لكن من خشي على نفسه أو أذية غيره فلا يعني يلزمه ذلك، لأن الإنسان قد يقبض عليه وقد يرحل وقد تؤذى شركة السياحة التي وصلته لتخلفه، فلا يعني فلا بد أن يكون هذا الأمر برضا جميع الأطراف على هذه المخاطرة. أما الوجوب فنقول لك. الفرق بين من لم يحكم بما أنزل الله كما في الآية ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله أغلظ أشد، قد يترك الإنسان الحكم بما أنزل الله ولا يحكم بغيره، يترك ويهرب من المسألة مثلا. وأما الحكم بغير ما أنزل فهو أغلظ أشد، وهو أظهر في المعاندة لأمر الله سبحانه وتعالى. وإن كان الحاكم لا بد له من تلازم في هذا الأمر، يمكن أن يتصور الانفصال في غير الحاكم. فنحن على سبيل المثال لم نحكم برجم الزاني الذي أنزله الله ولا بقطع السارق، لأننا لسنا إيه؟ حكام، ليس كذلك؟ نحن أنا وأنت والجالسون لم يحكموا بهذا لأنهم ليسوا إيه؟ حكاما، ليسوا ممتنعين من ذلك. وتصور في الحاكم تعرض عليه القضية فيطويها ويترك الحكم لأن هناك قريب له مثلا، أو لا يريد يؤجل المسائل. هذا حكم، هذا لم يحكم بما أنزل الله. وأما الذي عرضت عليه القضية فحكم فيها بخلاف الشرع فهذا حكم بغير ما أنزل الله، يدخل في ذلك أفحكم الجاهلية يبغون، يدخلون في قول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هيجي الكلام جاي إذا تابوا بعد ما اتمسكوا قطاع الطريق، إذا تابوا بعد أن قدر عليهم مسكوهم قالوا خلاص والله آخر مرة مش علينا كده تاني، نقيم الحد وانتم هينفعكم ان انتم ايه تتوبوا الى الله. لكن لو تابوا قبل ان يقبض عليهم قبل ان يدركوا يبقى يسقط عنهم حد الحرابة ويبقى ما عليهم من حقوق اخرين، حقوق ادميين. لم يقدر عليه يسقط عنه حد الحرابة. شو انت بتقول؟ يعني ما اعرفش القصه بتتكلم عليه. هو نجا، ايوه ده كان ما حدش قدر عليه وتاب وجاب نفسه تائب، يبقى ما حدش هيقيم عليه الايه الحد، خلاص تاب قبل ان يقدر عليه. ربنا قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، هو جايب نفسه سلم نفسه يبقى سقط عنه حق حد الحرام، يبقى حقوق الادميين اذا كان في قصاص او غيره. اما
اللي هم بعد ما يقبض عليهم بعد ما يقدر عليهم يتوبوا نقول نعم توبوا إلى الله عز وجل ينفعكم عند الله يسقط الإثم ولكن يقام الحد.